إن شاء الله هنبدأ الفصل الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويتناول التفرع في لغة الفيجوال بيزيك. التفرع بيتم عن طريق if then أو select case. النهاردة إن شاء الله هنتناول if then، وبنلاحظ إن التفرع باستخدام if then له شكل عام if conditional expression وبعدين then وبنكتب كود وبعدين end if، ده الشكل العام لل if then. الصيغة العامة السابقة بتاعت if then else جملة شرطية أو جملة تفرع، تعني إنه لو تحقق الشرط أو التعبير الشرطي، لو تحقق التعبير الشرطي هينفذ كود اللي هو بعد then حتى نصل إلى نهاية الجملة if. إذا لو تحقق التعبير الشرطي اللي هو بعد if، لو كان التعبير الشرطي الناتج بتاعه true هيتم تنفيذ الكود اللي بعد then على طول. وهناك بعد كده هنتناول الصيغة التانية بعد كده، لكن احنا عاوزين ندرس النهاردة يعني ايه مكونات التعبير الشرطي. بتكون التعبير الشرطي اللي بيجي بعد كلمة if، مثال مثلا في الجملة دي لو قلنا if x اكبر من او يساوي 50 then يدي ايه ناجح. طيب التعبير الشرطي اللي هو ده بيتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو على يسار، الجزء اللي في النص ده أكبر من أو يساوي، ده اسمه العلامة المنطقية. العلامة المنطقية ممكن تكون أكبر من أو أصغر من، أو أصغر من أو يساوي، أو أكبر من أو يساوي، أو يساوي أو لا يساوي، زي ما احنا شايفين دي العلامة المنطقية. ده الجزء الأول بتاع التعبير الشرطي. الجزء اللي على يسار التعبير الشرطي، اللي على يسار التعبير الشرطي ممكن يكون لا إما متغير أو يكون ثابت. اللي على يمين التعبير الشرطي، الجزء اللي بيبقى على يمين التعبير الشرطي ممكن يكون قيمة مجردة، متغير قيمة من تعبير شرطي، أو زي ما قلنا قيمة مجردة متغير قيمة من تعبير. يبقى نقول تاني يتكون التعبير الشرطي من ثلاث أجزاء: علامة منطقية زي ما قلنا اللي هم أكبر من أو أصغر من أو أكبر من أو يساوي أو يساوي أو لا يساوي، كل ده اسمه علامة المقارنة أو قيمة العلامة المنطقية. الجزء اللي على يسار ممكن يكون اللي على يسار العلامة المنطقية إما يكون متغير أو ثابت، ده متغير واحد أو ثابت واحد. أما اللي على اليمين ممكن يكون برضو متغير أو قيمة مجردة أو ثابت أو ناتج تعبير حسابي، وممكن يكون برضو خاصية لأداة من أدوات التول، من أدوات التول بوكس. طيب هنا بقى زي ما اتفقنا، إذا تحقق الشرط يعني نتيجة تعبير الشرط ترو وتم تنفيذ الكود معين، ولم يتحقق الشرط فهذا يعني نتيجة تعبير الشرط فولس وتم تنفيذ كود آخر. شفنا الجدول ده زي ما اتفقنا بيوضح أداة التعبير الشرطي. ممكن اللي على اليسار تعبير الشرطي العلامة المنطقية ممكن يكون متغير أو ممكن يكون ثابت أو ممكن يكون متغير برضو، قلنا أما اللي على اليمين ممكن يكون قيمة مجردة زي كده أو متغير أو زي ما اتفقنا
ممكن يكون برضو ثابت، ممكن يكون تعبير شرطي. ناخد المثال الأول اللي هنستخدمه في عملية تناول التفرع. المثال بيقول لي، هنبدأ بيقول لي المثال إيه، اطبع رسالة ناجح إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 50 بس، يعني مفيش إلا الرسالة واحدة بس اللي هتطبع إذا كان الطالب يحصل على أكبر من أو يساوي 50. هنبدأ نشغل برنامج الفيجوال بيزك والبروجرامز، وبعدين هنجيب الايه مايكروسوفت بيزك، مايكروسوفت فيجوال بيزك 2008 اكسبريس اديشن. اهو شغلناه بالتمرين بتاعنا، طباعة رسالة ناجح اذا حصل الطالب على درجة اكبر من او يساوي 50. هنبدأ نقول فايل ونيو بروجكت وهنقول له اوكي. نبدأ دلوقتي هننزل التولز بتاعتنا زي ما اتفقنا على طول، غالبا بنستخدم في المشاريع بتاعتنا البطن، وبنستخدم ليبل، وبنستخدم التكست بوكس. غالبا لو احنا ما استخدمناش اي اداة من دول ما فيش مشكلة، نبقى نحذفها في أي مرحلة من مراحل التمرين. هنبدأ ندخل على نافذة معالج الحدث البطن اللي هنكتب فيه الأكواد اللازمة لتنفيذ التفرع. نضغط على البطن مرتين وهو برايفت سب بطن 1 كليك اندرسكور كليك. هنبدأ نكتب الكود، نقول له والله احنا عاوزين درجة الطالب، فهنقول له نعلن عن متغير ديم بتاع درجة الطالب وهنسميه مثلا مارك، ديم مارك از سنجل. بعد كده هنقول والله دلوقتي هنبدأ نقول له استخدم if then if mark. الأول كنا المفروض نخصص المارك، نخصص التكست بوكس للتكست للمارك، يعني هنطلع فوق كده نقول له مارك يساوي تكست بوكس 1 دوت تكست عشان ندخل قيمة المارك من التكست بوكس. لو ان اف مارك اكبر من او يساوي 50 then نقول له ليبل 1، ليبل 1 دوت تكست تساوي ناجح في الكوتيشن. هنا كده هيبقى الجواب شرط واحد بس. نيجي نطبق كده بقى، نضغط ديباج أو في 5 وهندخل قيمة المتغير مارك ده، ندخله من التكست بوكس. نقول لو إن الطالب ده جاب 70 هيبقى ناجح. طيب لو إن الطالب ده جاب درجة أقل من 50 مش هيدي رسالة. ده كان أول تمرين. تعال نعدل التمرين ده ونقول طيب لو إن الطالب ده درجته
كان أقل من درجة النجاح اللي هي أكبر من أو يساوي 50 يدي رسالة راسب. يبقى هنبدأ ندخل if then else. هنا نقول else أو else else نقول له label 1 dot text label 1 dot text يساوي ونقلب عربي ونكتب حاسب ونقفل الكوتيشن. الحالة دي عدلنا التمرين اللي فات وقلنا والله لو إن الطالب جاب درجة 70 يبقى الطالب في الحالة دي يبقى ناجح. طب لو الطالب جاب 14 يبقى الطالب ده إيه؟ راسب. خلصنا كده التمرين الأول لـ إف وزن. هنبدأ دلوقتي بقى كده خلصنا التدريب الأول. هناخد بريك وبعدين نرجع نكمل التدريب التاني لـ إف.